السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي طريقة تحويل ملفات الريفت لـ IFC من غير ما يكون عندي ريفت حتى، ومن غير ما استهلك الجهاز. تعرف لو انت بتعمل اكسبورت بتضطر تفتح واحد واحد، او بتضطر تحمل كلهم في نفس ملف الريفت، تقول له صدر، والجهاز بيبقى مهنج في الفترة ديت. فده موقع على النت بتقول له ابلود ريفت فايلز. ده جزء من تقنية جديدة احنا بنتكلم عنها بالتفصيل اسمها ديسك فورج. ده بيخلي تربط الخدمات بعضها ببعض، وده ملف اوبن سورس، وحتى الان ببلاش، بس ممكن تتبرع بثمن كوبايه قهوه حاجه زي كده، الشاي بتاع الراجل يعني. وتقول له ابلود ريفت، تختار ملفات الريفت اللي انت عايزها، ممكن تختار ملفات كتير جدا، وتقول له اوبن، فهو بيبدا يحول لك الملف دوت، وفي الاخر بيديك زرار اعمل داونلود للملف.